طيب إيه نلعبه بس على مش حكم ممكن. واحد. شو الحكم؟ بكرة أيوة يا تعزميني يا نعزم. أوكي تمام. أوكي عجبتها، بس اللي يفوز هو اللي يقرر المكان. تم يلا. جماعة إذا أنت أغلى أماكن إذا في أنت الأردن صح؟ فزتي، إذا أنت فزتي أنا رح أعزمك على المكان اللي بتختاري، وإذا أنا فزت تعزميني على المكان اللي بختاره. أوكي جماعة وعلى أغلى شو أماكن في الأردن والتكبيس. لو بدك تنزلي طاولة بمليون رح أعزمك على طاولة بمليون. وأنا نفس الشيء، لو بدك تنزلي طاولة بمليون نفس الشيء. جماعة تكبيس تكبيس تكبيس. تكبيس جماعة تكبيس. ترى سامي الصوت عندك، الصوت عندك فيه مشكلة. ليه؟ ولا أنا كيف؟ بس اسمع فيها جماعة. لا عادي منيح. شو يعني أو بي؟ والله ما بعرف. اسمعوا رح أزت لكم صندوق صح. يي نسيت ما أحكي. اسمعوا عشان إيش؟ عشان على طول هلأ على الدبل. يلا 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 عندها الصوت. هسا تصلح شوي. يلا جايز مين اللي دعمني؟ شكرا. ارحب يا صاحب السمو. شكرا الله يسعدك. جايز على الدبل عشان هلا نفتح الدبل. تمام جماعة مع بعض مع بعض مع بعض في الدبل مع بعض في الدبل. جماعة ارحب يا صاحب سيني عندك عندك يا سيني عندك شخص جنبك عنده تليفون. اسمعي الصوت ما عندك صوت كيف يبين عندي؟ كيف يعني ببين؟ كأنه في صوت عصافير في التليفون. عصافير؟ هاي البستة. أبو إيد ويلكم يا أبو إيد. ما فيش دبل ما فيش دبل. مهدي يا مهدي والله ارحب يا صاحب السمو منور. يا جماعة شكله ما في دبل صح؟ من عندك اسمعي ما في عندهم بحكوا عادي فيش إشي. من عندي جماعة مستحيل. غني لنا سيلي غني لنا غني لنا غنية تبع حب. يلا يلا بعد التريبل على التريبل يضحى على الصدام. جايز ورد مع بعض صح. لا أراك شيئا سيلي لا أراك شيئا لا أراك شيئا على الصدام. جايز من الأول. والله كيف مهدي. شكرا 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 صاحبة السمو فدا مهدي. كنيسة جراسيس كنيسة والله جراسيس أو كنيسة جراسيس. أخيرا كنيسة هيا هون هات كنيسة بعت لي شكرا كنيتا. ثانك يو كنيتا ثانك يو اي فولود يو كنيتا ثانك يو. لا واحد جماعة تكبيسة تكبيس. هو حاب يبرر لك انه ما دعم ضدك يعني انه يكرهك يعني فهمتي؟ لا عادي اتس اوكي اتس اوكي
ضحى is my friend. تحمست حب مهدي اه جايز خسرنا والله خسرت ملفنا. سيلي تضحكني لما ترد على التعليقات حمست مهدي اه حمست مهدي. ايضا في حد بدعمني اسمه مهدي بعدين كتب لي في الكومنت تعالي نتزوج. انا سشيب لا انا زعلانه منك انا سشيب. حياتي صاحب السمو شكرا يا صبرتي. خلص وين بدك يعني اعزمك يا ضحى؟ اغلى مطعم في الاردن. ابحث عن اغلى مطعم في الاردن. هيا ايش اسمه؟ اسمه عمان. عمان اسمه عمان. كتبت اغلى مطعم في الاردن طلع لي هذا. بتحكي لك امي رح تيجي معنا. يلا يلا عزومه كلها تدفعها سيلي. مين بده ثاني؟ يلا مين بده ثاني؟ كلها تيجي كلها تيجي. يلا مين كمان؟ يلا مع بعض يلا. اخ هاي على فكره هاي يلا وين المكان؟ ما سيلي بدي اسمع بدي انزل اشوف الصوت وارجع لك. سيلي في صوت كثير مزعج. طب يلا انزل ارجع يلا استمع. لا غني غني سيلي غني. الكلام لو كان يعبر على الحنان كنت قلت اني بحبك من زمان. كل يوم الشوق بيمر عليا مان على بالي ولا انت داري في اللي جرالي والليالي سنين طويلة سبتها لي يا انشغالي بكل كلمة قلتها لي. اوه سيلي جد انت فنانة والله. انت فنانة بارعة وراح تشوفوا شيء قريبا جد راح تنصدموا في الانسانه اللي قدامكم. شفتوا البنت اللي قدامكم راح تنصدموا فيها والله في شيء راح يصدمكم ان شاء الله. خليني اشوف الصوت وارجع لك ثاني. يلا يلا اوكي.